تعالي تعالي تعالي. زي ما بتشوفوا انا قاعدة عم ساوي كيكة. لشو؟ لحتى اعمل هيك حفلة صغيرة بمناسبة انه محمد جاي من السفر، وانا خبرته بهذا الشيء وقلت ليش لا اشارك معاكم هذا الشيء واصور فلوج. قررت اساوي الكيكة عند اهلي وبعدين انه اخذها معي على البيت، وكان هذا اليوم هو اللي انا حاروح فيه على بيتي. طبعا انا ما كنت عارفة ولا شيء من المفاجأة اللي محمد مساوي لي اياها، وانه هو اوريدي وصل لتركيا قبل بيومين. انا كان على بالي انه لساته باربيل العراق. طبعا سويت الكيكة وجهزت ملابسي، طلعت بالتاكسي رحت على البيت. هون عم ورجيكم البيت قديش كان مكركب، نظفت البيت، نظفت كل شيء وزبطت الامور كلياتها، وعلى اساس خلص بدي اساوي اندومي واقعد اتفرج وانام، وبكره الصبح محمد حتكون طيارته وحيجي. فجأة وصلتني هاي الرسالة بالواتساب. رفيقتي رقية عم تقلي انه في بنت من متابعاتي بدها تشوفني لانه بكره مسافرة. انا انصدمت لانه يعني الساعة 10 بالليل، بس يعني توهتني بفكرة انه مسافرة، بس طبعا متابعة ورغم انه الوقت متأخر قلت يلا حانزل وحاشوفها يعني. بس شو صار؟ خلينا نرجع لمحمد. كيفكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله تكونوا بخير. وين انا وليش عم صور هذا الفيديو من هون وليش انا لحالي؟ هلا انا قررت اعمل مقلب بشيماء او مفاجأة لشيماء، هلا انتم حتكتشفوا معي. هلا مثل ما بتعرفوا انا كل فترة عندي طلعة لأربيل العراق، بطلع تقريبا من ضمن عملي تقريبا شي 10 ايام وبرجع. المرة الماضية وقت عيد الحب عملت مقلب صغير بشيماء او مفاجأة، انه كنت قايل لانه حاصل انا بعد وصلت قبل وفاجأت بهذا الشيء. هلا انا ببالي فكرة ثانية بس كمان تستلزم اني ارجع بدون ما اخبرها انا، بس للاسف هون صار صعب كثير شيماء تقتنع. صارت تسألني حجزت، تقلي التيكت، بعت لي اياها بس تحجز، ما عاد صدقت للاسف. لهيك حيكون كثير صعب، بس انا مصر انه نجرب. كمان مثل ما خبرتكم شيماء انه هي عم تقضي هاي الفترة، عم تقضي هاي الفترة يلي انا سافرت فيها، عم تقضيها عند بيت اهلها، وعلى اساس هو اليوم الاربعاء والمفروض انا ارجع يوم الجمعة، وهي على اساس يوم الخميس تروح لتحضر لي المفاجأة. اذا ما زبطت المفاجأة تبعي للاسف هتروح علي المفاجأة. وكمان في شغلة صعبت علي الامر، انه انا ما معي مفتاح البيت، اعطيتها المفتاح قلت لها ما في داعي اخذه معي لانه خطرت لي المفاجأة بعد ما سافرت، بس ان شاء الله تستحق المحاولة. كثير حلو انك تركب بالطيارة بعد ما تكون متابع تقريبا 100 فيديو عن كوارث الطيارة. شكرا كثير لك شيماء، الله فيك. بتقولوا دعاء السفر؟ انا من بعد مشاهدة 100 فيديو عن كوارث طيران صرت ما انسى ابدا. سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. اللهم انت الصاحب في السفر، اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعده. وصلت مطار اسطنبول، ابدعت بالنوم، ابدعت. اول شي ساعة ما قدرت نام، بعدين فقت لقيت نحن باسطنبول، يعني هو لك انه في شي. وهلا في عندي المغامرة تبع كيف بدي اجيب مفتاح البيت وبدون ما تعرف شي ما. نشوف. كانت هي برا كان فيني انه اخذه، بس للاسف وصلت بعد ما هي رجعت للبيت. هلا عم فكر شلون بدي حاكي امل بدون ما تنتبه شيماء وهيك. هي شغله. ثاني شغله خطر ببالي اسالكم، هلا انتم تصوروا انه شريككم يعني زوجتك او زوجك وصل قبل بيوم لمكان وما خبرك. نحن اكيد بنشتاق، بس نحن ما بتفرق معنا نحن رجال، انت شو؟ يعني اكيد بنشتاق، بس ممكن نصبر كرمال مفاجأة حلوة. انتو بتصبروا ولا ما حتقدروا؟ وصل لهون، وصل لهون بنقل ما اطلع اشوفك بصراحة، بس يلا المفاجأة احلى. وجدناهم. هلا وصلت بعد ما رح جبت المفتاح من امل من المكان اللي حطت لي اياه. هي الشنات لساتن هون، فتت من باب الكراج مشان ما يشوفوني تبعات البناية.
هي شغلة. الشغلة الثانية انه شيماء هي بكرة الخميس حتجي الساعة 7 على البيت قبل ما اجي على اساس بنهار معي. هلا اليوم الاربعاء الساعة 7 تقريبا يعني بحدود هيك معي 24 ساعة لنظبط المفاجأة. قلتكم من لحق. في شغلة هاي اللي حاسسها صعبة كتير انه انا بعد ما لي تعبان. اول شغلة بيتنا صغير ما لي عارفان وين بدي اخبي هدول الشناتي بدون ما تشوفهم. وشغلة تانية انه ما لازم ابدا غير شيء هي عملته بالبيت مشان ما تحس انه انا اصلا كنت بالبيت. لسه ما غير ثيابي. قلتكم اذا شربنا قنينة عصير حتلاحظ شيء. مرحبا. ما بعتقد تنتبه. خلاص بنعمل لها هيك. هلا هون في شغلات وصلاني بغيابي. هذه الخيانات. لا وصلنا عليهم سوا بس وصلوا انا ما كنت هون. وهي وهدول الكاسات. خايف اتحمس وافتحهم بس ما اعرف شلون كانت حاصلتهم لانه ما بدنا نحرك شيء. امبارح رجعت للبيت ونمت. هلا هلا الدنيا صبح على فكره. شايفين هلا عنا الساعه صحيح عتمه هيك بس الساعه 8. هلا لازم روح رجع المفتاح لامل واخذ منها الخاتم. هحكي لكم شو هي المفاجأة. يلا نشوفكم. هلا اجيت اخذت منا الخاتم جبت لها مفتاح البيت لحتى ترجعوا مشان ما تنتبه شيماء. هون لسه يعني هلا طلع الصبح. جاهزة متحمسة للمفاجأة؟ تعرفي المفاجأة شو هي؟ لا ما بعرف ولا شيء انا. المفاجأة انه انا نمت. هلا صفيان من هلا للساعة 7 ان شاء الله بنظبط شيء حلو. ما تعرف هلا عم ضل بيت مشان ما اترك اي اثر انه انا نمت فيها الليل. حتى شلات السفر ليكم. هلا بدي ضبهم بس ما عم لاقي مكان لخبيهم. ما لقيت غير هذا المكان بكل البيت وين ما رحت واضح. بس في هون هذا المكان هيك مفتاح هون في مثل بلكونه صغيره هخبيها فيها. يا بتنتبه لهم يا برجع بلاقيهم تشتشي من المي. حقائبي الأعزاء سامحوني إنه حأترككم بالبرد بس أدعو الله ما تنزل مطر لأنه حتتحمموا. أنت مالك شغل بهذا البلكون رجاءً بلا كترة غلبة تعملي هيك هيك بالصدفة على حظنا بلا. هلأ هيك أنا طالع من البيت بتمنى لو فيني فرجيكم لتقلولي إذا أنا غيرت شيء بدون ما أنتبه. على ما اعتقد انه ما في شيء يعني رجعت كل شيء تقريبا نوعا ما مثل ما كان. حس انه ما تكون حاطه شغله بتتذكر انه كانت هون تلاقيها هنا. يلا هلا طالع انا من البيت حاطلع وبسكر ونكمل. هلا صار دور الحلاق. انا ما رضيت احلق شعراتي. هلا عند الحلاق. هي بعد ما طلعنا عند الحلاق حكيت مع صديقتنا بعثت لها قلت لها انه تحاكيها انه تقول لها انه بدي اشوفك على اساس بدها تشوفها وهي حتنزل لتلاقيها بكافيه ناح البيت قريب على البيت وحنادي لها. هلا هذا الكائن المفروض يجي من هون هيك فنحن عم ننتظر. وهي كانت كمان بدها تعمل هيك مثل حفله صغيره وقت وصال وهيك وبدها تتعب فيها وكذا. بقيت لحالي قبل ما تبلش بخبرها لانه هي مفكرتني انه بدي اوصل بكره. بقيت لحالي لحق فاجئها وخبرها قبل ما تبلش وتتعب وهيك. وبعدين الشناتي اللي حطيناهم برا ما دقوا لي قالوا لي كثير بردانين حرام يعني وخاصه الدنيا مغيمه اذا نزل مطر واو. يعني انا واقف هون حاتجمد والانسه شيماء ما كانت تنزل. عم فكر الغيها ارجع لقربي. اجيت شيماء. تعالي 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 لك رقية عم تستناك. طلعي على الكاميرا طلعي على الكاميرا تشكري على رقية من الكاميرا. كذابة. I miss you. ها كل بدك تصوريها صورنا قبل ما تجي.
ستوب، مفكرين انه الفيديو خلص؟ لا والله لسه ما خلص، لانه مفاجأة محمد ما اكتملت بسبب الليل وهيك يعني. بس كانت المفاجأة صراحة انا حبيتها، انه بس انه هو اجا، هي بالنسبة لي مفاجأة. بس قال لي انه في شغلة انا بدي اعمل لك اياها، كان بدي اعمل لك اياها من زمان وما عملت لك اياها، فهلا انتم حتكتشفوها في كمال هذا الفيديو. لهيك قال لي لبكره. هو جاب لي هدايا، جاب لي ماركيز دو باري بارفان زي ما بتشوفوا، جاب لي سمارت واتش هاي. بس قال لي انه الهدية هاي او المفاجأة هاي حتكون شغلة انت بدك اياها وانا ما عملت لك اياها. خلونا نكتشف شو هي. هاي جايز، اوكي انا جاية لهالمنطقة اللي هي صراحة كتير شاعرية، اللي هي جلطة تطور. هلا بورجيكم. وقال لي محمد انه هون هعمل لك المفاجأة. انا لهلا ما اعرف الشيء، يعني عم فكر لهلا، يعني ما طلع ببالي ولا فكر شو ممكن. توقعوا شو ممكن نعمل؟ ونحن جايبين معنا لابتوب كرمال يعني الفيديو منتج قلت لكم، وما كملناه لهالمفاجأة يعني اللي حبيبي يعمل لي اياها. بس خلصها حنضيف باقي الفيديوهات، حننزل لكم الفيديو مباشرة. نحن هون دقيقة اورجيهم بس هالمنطقة. اوكي. على فكرة حتى رفقاتنا هلا هم جايين، يعني هم اتوقع كمان جزء من المفاجأة. يعني في شخص منهم بيعرف شو هي المفاجأة. ريلي؟ مشان يساعدني. اوكي يلا نشوف. انا بعت مشان احكي على راحتي. هلا هي شغلة، هي شغلة معنوية اللي حساوي لها اياها لشيماء. عادي اني ساويها بعد الزواج، هي كانت بتحبها بسبب شلون نحن التقينا وكان كورونا وما قدرت اعملها ابدا. بقى ضلت ببالي انه ممكن ساوي لها اياها لو بعد الزواج عادي. المهم شغلة بتفرحها قدرت ساوي لها. يلا تحمسوا معي بما تجي، عم نستنى اصدقائنا، اول ما وصلوا نحن حنساوي. احلى شيء انه انا اخذت الخاتم عن طريق امل، وهي ما بتعرف ابدا انه الخاتم معي، يعني خاتمها يومين وما لم انتبهها. هي فكرت حالها ضبطها مع الاغراض، بما انه انا اجيت من السفر وهيك ما انتبهت. بس يومين وما تنتبهي انه خاتمك مو بايدك. هلا ليش انا بنفس هذا الخاتم؟ لانه هو له الذكرى الحلوه، يعني الذكرى الحلوه وقت خطبنا كان هذا الخاتم، ما حبيت غيره، حبيت ارتو وتمنيت انه ما تنتبه، والحمد لله هي ما قصرت وما انتبهت. حسيت حالي أول مرة بخطب. هلا نحن متزوجين بس ما بعرف المشكلة. هلا جايبني لأول كافيتيريا قعدنا فيها سوا، يعني عم يدمعوا.